ومشاهدينا راح نروح إلى بغداد مع الزميلة رشا ونشوف المعرض الأول للزميل علي وجيه وتوقيع كتابه. خلينا نشوف تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام وين ما تكونون، وأكيد دائما أحيي زميلاتي بالاستوديو وأتمنى لكم يوم حلو من بدايته إلى نهايته. اليوم أنا متواجدة في قاعة الأطرقشي. أكو مسألة مهمة وحلوة وتبعت لنا الفخر طبعا، لأن أحد زملائنا وهو الإعلامي والشاعر علي وجيه اليوم نشوف وياكم معرض الشخصي الأول وأيضا حفل توقيع كتابة الشعري طرس علي. أنا ما راح أحكي هواية، خلي أترككم نشوف سوا ونشوف آراء الناس والمشاهدين والأساتذة وكل تروحون بعيد. معرض جميل ومختلف تماما، كل لوحة هي قصيدة وكل قصيدة قلبت إلى لوحة. تجربة مهمة فيها جرأة، فيها يعني استخدام الخطوط، يعني بالضبط يعني اللوحات لما واحد يتفرجها ويعرف مرجعيتها ان هنالك شاعر رسم هذه اللوحات سيكون لها معاني أخرى وقفزات في فضاء التفكير بالشكل المغاير اللي ظهرت عليه. معرض علي وجيه هو مو فقط يعني معرض يعني تشكيلي وكذا، لأنه علي وجيه نقل التجربة الشعرية إلى صورية عن طريق أعمال وخطوط، نقل أحاسيس ومشاعر اللي ينقلها على سطح الورقة بشكل قصيدة أو كتابة أو نص شعري حولها إلى صورة. الرسم بالنسبة لي هو امتداد للكتابة الشعرية، بل أنه أعبر دوما عنهما بأنه الوحش ذو الرأسين، عن الحرف الذي ينتظم شكلا وعن الشكل الذي ينقلب عبارة. فبالتالي بدأت تنتظم بعض الأشياء في السنوات الأخيرة من ممارسة الرسم، بدأت تنتظم بعض الإشارات والرموز والعلامات، فصار ما ترونه الآن من معرض شخصي أول وأيضا كتاب شعري فني في طمس الطرس وحك صدى النفس، ويليه الإشارات والعلامات وهو كتابي رقم 17 أتصور. فهذا هي نوعية من محاولات مستمرة للتعبير عن الذات، سواء بالكتابة الشعرية، سواء بالتدوين في السوشيال ميديا، سواء بكتابة المقال وأيضا في اللوحة. ما دامت الذات مربكة ومتوترة فالناس تحتاج إلى عدة طرائق للتعبير عن نفسها.